مجددا اهلا بكم. نبدا معكم بسؤال استطلاع اليوم. كان السؤال بعد تل ابيب لايف نادى البعض بمقاطعه سناب شات، فهل تجدونه اسلوبا مجديا ومناسبا للتعبير عن الاعتراض؟ بامكانكم المشاركه معنا عبر الرد على هذه التغريده في حسابنا على تويتر الذي يظهر امامكم بين الفتره والاخرى، او على هاشتاج البرنامج، وستجدون ارائكم كما كتبتموها في الشريط اسفل الشاشه طوال البرنامج. زالت الخطوة التي قام بها تطبيق سناب شات بعرضه يوم أمس لمظاهر حياة الإسرائيليين في مدينة تل أبيب ما زالت تجلب مزيدا من الاعتراض والغضب في العالم العربي. مظاهر الغضب تجلت في دعوات لمقاطعة البرنامج واعتراض من قبل فئة واسعة على اللجوء لمبدأ المقاطعة، في حين قام ناشطون سعوديون وعرب بتطويع حساباتهم في البرنامج التي يتابعها الآلاف لنقل مظاهر حياة الفلسطينيين من القدس كرد سريع على تل الأبيب لايف. السلام عليكم، أخوكم سلطان الفيعي صاحب حساب S-37 المختص بالتغطيات حول العالم. اليوم غطينا لكم القدس لايف ردنا على هذا. وأغرق مغردون في تويتر أغرقوا حساب سناب شات على التطبيق بطلبات وضع مكة المكرمة في خدمة سناب شات لايف، وأنشأوا هاشتاج لايف مكة. نشاهد هنا على الشاشة الشيخ عادل الكلباني الذي وجه رسالة لشركة سناب شات ويطالب فيها أيضا بمكة لايف. لدينا أيضا تغريدة أخرى من الناشط فارس التركي قال إن هناك ضغط على حساب سناب شات بمعدل تغريدة كل ثانية. وهنا أيضا أعلن حساب هاشتاج السعودية أن هاشتاج لايف مكة وصل إلى المركز 18 في الترند العالمي، وطبعا يمكننا أن نشاهده هنا على الشاشة في المرتبة 18.